ناقش مؤتمر تكنولوجيا المستقبل مستجدات الذكاء الاصطناعي والتقنيات المتقدمة على المستوى الدولي، وأكد المؤتمر أن هناك تقدما في الخدمات الرقمية في المؤسسات الحكومية والخاصة في سلطنة عمان، وينعكس ذلك إيجابا على بيئة الاقتصاد والأعمال بشكل مباشر. ويشارك في المؤتمر عدد من الشركات المحلية والدولية المختصة في الحلول الرقمية وتقنيات الاتصالات والخدمات السحابية وغير ذلك.